مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لدورة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المدي 12. بعد أن شاهدنا اللقاء الذي انتهى قبل قليل أن سيمو ميلانو بنتيجة 3-0 لميلانو، معي الآن عميد المعلقين بأحياء جدة آدم الجراح في البداية أو محمد الجراح في البداية. نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. اشكركم على هذا اللقاء الجميل، اتمنى ودائما طبعا انتم في التوب على طول، ما في الدوره ما شاء الله تبارك الله عليكم اللي انتم موجودين. طبعا انتم قائمين بالدور الكبير في هذه الدوره وجميع دورات محلية مدينه جده. طبعا الدوره هذه ناجحه قبل جميع المقاييس، بس الدوره البطوله الاوروبيه طبعا اثرت عليها شويه، ولكن حتنطلق ان شاء الله بعد بطوله دوره اوروبا حتشوف المباريات الجميله والفرق اللي حتنال اعجاب الجميع. بما أنك عميد المعلقين في مدينة جدة، حدثنا قليلا عن معلقين الصاعدين والمعلقين الذين شدوا انتباهك. والله العظيم طبعا أنا من أول معلق في أحياء مدينة جدة، طبعا ما كان في نفس الميكروفونات هذه، كنا بنعلق طبعا في حق السكريم هذا، وبعدين كان جنبك حتى كاميرا الفيديو وتعلق في جنب نفس اللي جنبك بيسمعوك. حاليا ما شاء الله تطورت الشغلة والناس كلها بتسمع المعلق وهو بيعلق وكل شيء، ولكن الحين في بعض المعلقين زي محمد الشوالي، زي صابر، زي الجيزاني، ما شاء الله عليهم، في معلقين مبدعين في هذه الدورة وجميع دورات أحياء مدينة جدة. نشكر الأستاذ محمد الجراح على هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق. أشكرك وأشكر كل من ساهم في هذه الدورة.